التطورات اللي صارت بقصتي بعد مقابلتي مع تلفزيون سوريا ب 2019 قبل انتهاء مدة دبلن للترحيل ب 10 ايام، توقف الترحيل لحتى تنظر المحكمة بوضع المكفوفين بإسبانيا، لكن هذا القرار كان فقط النية المبيتة له لتجديد مدة الترحيل من أول وجديد لحتى تصير بداية من 6 شهور كاملة. ب 29 حزيران 2021 كنا بالمحكمة وحضرنا الجلسة، وكانت الجلسة فيها تفاؤل كبير، لكن ب 6 تموز 2021 مع الأسف رفض القرار وقالوا أنه ما في مشكلة من ترحيلي لإسبانيا. هذا الشيء سبب صدمة لي، لأني كنت عم بدرس بالجامعة وخلصت تقريبا كل الدروس، بس ضل علي كتابة رسالة الماجستير. وجودي بالجامعة خلى ما يقارب 15 بروفيسورة وبروفيسور يوقعوا على عريضة لوزارة الداخلية لحتى يطالبوا ببقائي بألمانيا، لكن مع الأسف ما مش الحال، فما ضل غير حل إلا اللجوء الكنيسي مرة أخرى، والتجأنا إلى أحد الأديرة في ألمانيا ب 8 آب 2021 لحتى خلصت مدة 6 شهور تبع دبلن. كمل إن شاء الله ماجستير، رح خلص وهذا الشيء بإذن الله رح بلش فيه قريبا، وهذا الشيء ما رح يمنع أني أخذ الإقامة وكمل بالماجستير، وإن شاء الله بنقدر كمان بهالدراسة أو بهالشهادة هاي نقدر نخدم الثورة لو نظامنا كان نظام عادل ونظام منيح، ما كنا اضطرينا أنه نطلع من البلد، لكن مع الأسف قدري مثل قدر كل الشباب السوريين الهروب من النظام المجرم اللي عود الناس على همجيته.